تحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. من 4 سنوات تعرضت لأزمة في القلب، وضيق في الصمامات والشرايين والاضطرابات، وذهبت لأكثر من دكتور وكلهم أساتذة الجامعة، فكان مقولتهم واحدة: لابد من قسطرة، لابد من تركيب دعاء. فطلبت من أحد الدكاترة مهلة 4 أيام، قال لي: ما أضمنكش لفظاً، ما أضمنكش، حسسني بأخطر حالات المرض وأخطر الحالات الحالية. طبيب آخر قال لي: بكرة الصبح، يعني 24 ساعة غير مسموح. إن الله سهل لنا الأمور، وتواصلنا مع دكتور رامي إسماعيل من 4 سنوات وأنا على علاج، وتقدمت الحالة لأحسن مستوى، تقدمت حالة كفاءة القلب، وراجل على خلق وعلى دين وعلى عدم استغلال، ورجل له مواقف وله توضيحات للمريض ومعاملته معاملة حسنة. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والعافية، وأنه ربنا جعل الدكتور دوت سبب من الأسباب، وده بسبب إخلاصه وتفانيه في العمل، وأنه رجل يتقي الله، فلابد من مساندته ولابد من مناصرته، ونبعد عن التحديات ونبعد عن المصالح الشخصية. فناشد وزير الصحة وناشد رئيس نقابة الأطباء بعودة الدكتور رامي إسماعيل معززا مكرما إلى عمله، هذا رجاء منهم وهذا لصالح الشعب المصري والمواطنين.